بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والسرور. من هنا من أرضية ميدان الدريز لسباقات الهجن، لا زالت الأشواط مستمرة، ولا زال هذا الكرنفال الذي يأتي بالدعم السخي والكبير من عبد الله بن أحمد الحارثي، مشكور يا أبو أحمد على دعم رياضة الآباء والأجداد. الشعارات انطلقت والأسماء انطلقت من أجل الانتصار لأجد على المركز الأول مع البداية شنذارة أحمود بن سعيد الحارثي مع المركز الأول لأجد الأسماء القادمة. وصلت الشعارات أيضا وصل مع المركز الثاني، وصلت شواهين إهلال بن مبارك الدويكي، والمركز الثالث أرعى المركز الثالث الشاهينية أحمود بن حمد الوهيبي من الغادم. وصلت الأسماء، وصل أيضا الشاهينية سالم بن حمد الوهيبي مع المركز الرابع والمركز الخامس، ليجد على المركز الخامس الشاهينية ياسر بن حمد الوهيبي. ها هو النداء للمراكز الخمسة الأولى، ولكن لنا عودة مع البداية مع الصدارة. لا زال الحارثي مع البداية ومع جندارة أحمود بن سعيد الحارثي على زمام هذه الأمور، يتحمل مسؤولية هذه الشوط. ولكن الأسماء قادمة يا الحارثية، وصل شعار بن القاضية، وصلت الشاهينية، وصل سالم بن حمد الوهيبي، وصل أيضا مع المركز الثالث الشاهينية ياسر بن حمد الوهيبي. وراء أسماء وصل شعار المهندس، وصلت الأسماء، وصل أيضا شعار الدويكية. المركز أيضا الرابع الشاهينية أحمود بن محمد الوهيبي، والمركز أيضا الرابع المركز الخامس أرى أيضا شواهين محمد بن ناصر الدويكي. لكن لنا عودة مع البداية، لا زال الحارثي مع البداية، ولكن الشعارات اغتربت والأسماء. وصل يا الحارثي، وصل ابن القاضية، وصل شعار الدويكي، ولكن البداية لا زالت الأمور مع المركز الأول الشاهينية ناصر بن محمد الدويكي، المركز الثاني الشاهينية سالم بن حمد الوهيبي، وصل شعار الحارثية شندارة محمود بن سعيد الحارثية، وصل شعار المهندس أحمود بن محمد الوهيبي. ها هي الأسماء، ها هي الشعارات. وصل أيضا شعار زعفران، ايضا وصلت اعلان محمد بن حمد الحجري. روح يا بن القناص الكيلو الاخير، روح يا اللي بتروح. ولكن الشاهينية احمد بن الحميد الوهيبي مع البداية، والمركز الثاني الشاهينية سالم بن حمد الوهيبي، والمركز الثالث اعلان حمد محمد بن حمد الحجري. ها هي الاسماء، ولكن لنا عودة مع شعار بن الحميدي. وصلت اعلان، وصلت الشاهينية، الامتار الاخيرة، الامتار المجنونة. لكن الشاهينية سالم بن حمد الوهيبي، وصلت الشعارات يا بوي. وصلت الشاهينية حمد بن حمد محمد بن حمدان الوهيبي مع المركز ايضا الثالث، ولكن الامتار الاخيرة بدلت ايضا الشاهينية محمد بن سالم بن حمد الوهيبي مع الامتار الاخيرة. ولكن شعار الدويكي قادم، وشعار بالقاضي قادم. الامتار الاخيرة، الامتار الاخيرة، الشاهينية، الشاهينية، وايضا الشاهينية، لكن بالقاضي في الامتار الاخيرة نعلن هذا الفوز. تهانينا القاضي حمد بن سالم الوهيبي، المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية محمد بن سالم الوهيبي، والمركز ايضا الثالث اعلان محمد بن حمد الحجري. التوقيت 4:30 و25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.